بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مهندس محمد يوسف. فيديو جديد في كورس الـ AC Voltage Controller. في الفيديو ده احنا هنشرح اول طريقة من طرق التحكم في الـ AC Voltage باستخدام الـ Phase Angle Controller، وهنشرحها على Resistive Load. ما تنساش تنزل الماتريال الخاصة بالكورس، الرابط بتاعها موجود على الشاشة قدامك، وهتلاقيه موجود تحت في الوصف في الـ Description Box. هتلاقي فيها كل ملفات الباوربوينت اللي بنشرح منها الكورس بتاعنا في صورة PDF، وكل مشاريع الأكواد كاملة تقدر تفتحها من خلال المايكرو سي، وكل ملفات السيميوليشن الخاصة بالأكواد تقدر تشغلها من خلال برنامج بروتيوس، والمخطط الكامل للدائرة اللي بنشرح عليها الكورس، وكمان كل ملفات تنفيذ البي سي بي، وبتشمل الاسكيماتيك اللي اوت واللي تقدر تفتحهم من خلال النسخة المجانية لبرنامج الديب تريس، وصور 3D ثلاثية الأبعاد للبي سي بي بعد تنفيذها، بالإضافة لملفات الجربر. في الفيديو اللي فات احنا قلنا هندرس طريقتين للتحكم في الجهد الكهربي اللي واصل من المصدر الجهد المتغير إلى الحمل. اول طريقه هنتكلم عنها اللي هي الفيز انجل كنترولر، والطريقه الثانيه اللي هي الانتجرال سايكل كنترولر او الاون اوف كنترول. قلنا هنستخدم سويتش ده هيبقى عباره عن ترياك، وهيتم التحكم فيه من خلال المايكرو كنترولر. قبل ما نبدا شرح الفيز انجل كنترول، في بعض المصطلحات تعال نراجع عليها. احنا هنشرح المصطلحات دي على الرسمه اللي قدامنا. الرسمة اللي قدامنا ديت عبارة عن اتنين ثايرستور متوازيين في اتجاه معاكس. طبعا انت عارف ان ترياك عبارة عن اتنين ثايرستور متوازيين في اتجاه معاكس، فالرسمة دي كده ممكن نستخدمها على انها اتنين ثايرستور، او ممكن نشرح عليها برضو الطريقة اللي هتستخدم في تشغيل التراك. زي ما انت شايف الثايرستور بيبقى ليه تلات اطراف، طرف الانود، طرف الكاثود، والطرف بتاع الجيت. لو احنا هنتعامل مع ده على انه ترياك، يبقى هيبقى برضه ليه تلات اطراف، طرف A1، طرف A2، والجيت، والجيت بتبقى جنب الA1. عشان الثايرستور يشتغل ويبقى اون، محتاج ادخل على الجيت كمية من التيار. الكمية التيار ديت بتسمى تريجرنج جيت كارنت. لو عديت اقل من الكمية دي في الجيت، الثايرستور مش هيشتغل وهيبقى اوف. كمية التيار اللي بيشتغل عندها الثايرستور او الترياك اللي بتعدي فيه الجيت بتسمى IGT، هتلاقيها في داتا شيت IGT Triggering Gate Current، ودي بتحدد مدى الحساسية او السنسيتيفيتي بتاعة الثايرستور او الترياك. لو كانت كمية التيار اللي بتشغل الثايرستور اللي بتعدي من خلال الجيت اقل من او بتساوي 15 ملي امبير، فبيطلق عليه سنسيتيف ثايرستور او سنسيتيف ترياك. طيب احنا قلنا ان التيار اللي هو الاي جي تي هيخش من خلال الجيت ويطلع من خلال الكاثود بتاع الثايرستور، او يخش من خلال الجيت ويطلع من خلال الطرف A1 لو كان ده ترياك. معنى ان التيار يخش من الجيت ويطلع من الكاثود، هيظهر عندي جهد كهربي. الجهد ده بسميه تريجرنج جيت فولتج، واختصاره في جي تي. يبقى الفي جي تي ده الجهد اللي بيظهر نتيجة مرور التيار اللازم لتشغيل الثايرستور من خلال الجيت، وبيكون موجود ما بين الجيت والكاثود لو كان ده ثايرستور، او ما بين الجيت والA1 لو كان ده ترياك. المصطلح التاني اللي هو الIL او Latching Current، وده اقل تيار لازم يمر من الانود الخاص بالثايرستور الى الكاثود عشان الثايرستور يبقى اون. ده في حالة ان انا كنت معدي التيار اللازم لتشغيل الثايرستور من خلال الجيت اللي احنا اتكلمنا عنه في السلايد اللي فاتت، اللي هو الاي جي تي. يعني عشان اشغل الثايرستور لما بمرر الاي جي تي او التريجرنج جيت كارنت من خلال الجيت عشان الثايرستور يبقى اون، مش ده الشرط الوحيد، لازم الحمل دوت يسحب لي تيار يكون اكبر من او بيساوي اللاتشنج كارنت. لان لو التيار اللي هيعدي فيه الثايرستور اقل من القيمه المحدده في الداتا شيت الخاصه باللاتشنج كارنت، الثايرستور مش هيبقى اون حتى لو انت معدي كميه التيار اللازمه لتشغيل الثايرستور من خلال الجيت. والنقطه ديت مهمه وبخلي بالي منها لما باجي اختار الترياك اللي انا هشتغل بيه. فانا هشوف الحمل اللي انا عايز اتحكم فيه المفروض بيعدي تيار قد ايه من خلاله، او هو هيسحب تيار قد ايه. لو التيار دوت هيبقى اقل من اللاتشنج كارنت، يبقى اغير تراك اللي انا بختاره.
طيب دلوقتي انا مررت التيار بتاع الجيت اللي شغل الثيرستور، وكان الحمل عندي يقدر يسحب اللاتشنج كارنت، فالثيرستور يبقى اون. اول ما الثيرستور بيبقى اون بشيل التيار اللي على الجيت، ما انتش محتاجه. يفترض بقى ان الثيرستور يفضل شغال. طيب شغال يعني ايه؟ هيعدي له منه التيار اللي محتاجه الحمل. التيار دوت ليه حد، لو قل عنه الثيرستور يقفل التيار دوت، او الحد ده اسمه الهولدنج كارنت، اختصاره اي اتش. فالهولدنج كارنت ده التيار اللي هيمشي في الثيرستور او الترياك ما بين الانود او الكاثود رايح جاي في الدايره، بعد ما بشيل النبضه من على الجيت، النبضه اللي بتشغل للثيرستور. لو التيار ده كنت قلت عن الهولدنج كارنت، في الحاله دي الثيرستور هيبقى اوف. احنا هندرس طريقة الفيز انجل كنترول مرة للريسيستيف لود، ده هتبقى في الفيديو دوت، ومرة تانية للاندكتيف لود، وده هتبقى في الفيديو القادم ان شاء الله. الدائرة اللي هنشرح عليها المخطط اللي قدامنا دوت عبارة عن مصدر جهد متغير، اتنين ثيرستور بالتوازي مع بعض، والحمل اللي هو عبارة عندي عن المقاومة. عندي هنا مجموعة من الرسومات البيانية اللي بتوضح لي العلاقة ما بين محور الزمن لكل رسمة، ومجموعة من الرموز اللي موجودة على الدايرة. الـ VS اللي هو الجهد الكهربي الخاص بتشغيل الدايرة، اللي هو التيار المطرد، جهد التيار المتردد. والـ IG1 ده تيار الجيت الخاص بالثيرستور الأولاني. الـ IG2 ده هيمثل لي تيار الجيت الخاص بالثيرستور التاني، اللي هو مش ظاهر قدامي على الرسمة، هيظهر في السلايد الجاية. الـ VOUT ده جهد الخارج على المقاومة. الـ IO والـ IS ده التيار اللي ماشي في الدايرة. انت عندك التيار الاي اس اللي خارج من المصدر، هو اللي هيبقى داخل على الحمل، تيار واحد. في البداية احنا هنشرح على النص الموجب للساين ويف اللي خارجة من مصدر الجهد. يبقى انا عندي هنا مصدر الجهد المتغير، هيطلع منه اشارة كهربية هتبدأ الاول من الزيرو وتبدأ تزيد في الجزء الموجب. الكلام ده بيطلع على الانود بتاع الثيرستور. الثيرستور بيبقى اوف، فمش هيعدي لي تيار، فالاي او والاي اس اللي ماشي في الدايره هيبقى زيرو. لغايه امتى؟ لغايه اما اجي على الجيت ومرر التيار اللي هيشغل لي الثيرستور، اللي هو بيمثل هنا على الاي جي 1. بعد فتره زمنيه انا بحددها، بروح اعطي النبضه الكهربيه على الجيت، تعدي لي تيار للجيت، فالثيرستور يبقى اون. الفتره الزمنيه دي بسميها الفا، او بسميها انجل كنترول، او زاويه التحكم، وهي الزاوية اللي عندها بيتم تشغيل الثيرستور. وزي ما انت شايف الفترة اللي قبل الزاوية بتاعت التشغيل، بتلاقي عندك جهد الخارج زيرو على المقاومة، والتيار اللي ماشي في الدايرة زيرو. بمجرد ما ادي النبض على الجيت ويشتغل الثيرستور، هيمرر لي التيار في الدايرة، فالتيار هيعدي هنا، قيمة الجهد اللي بتبقى على المقاومة هتساوي قيمة التيار مضروبة في قيمة المقاومة، فهينشأ لي الجهد على المقاومة. الجهد اللي على المقاومة دوت هيساوي جزء من الساين ويف. طيب هيبدأ من بداية النبضة اللي انديتها على الجيت، يعني من اول المنطقة ديت اللي انا بشاور عليها بالمؤشر، هتلاقيها نازلة هنا لو اسقطناها تحت، لغاية اخر الساين نص الساين ويف او نص السايكل. يبقى ده كده شكل الجهد الكهربي اللي هيتحط على الار. طبعا هيبقى هو نفس الشكل بتاع التيار اللي ماشي في الدايرة، لان لما بمرر تيار في المقاومة فشكل التيار بياخد نفس الشكل بتاع الجهد، ده بخلاف الاندكتيف او الكاباسيتيف لود. يبقى زي ما هو واضح ان احنا خدنا جزء من النص الساين ويف او نص السايكل الموجبة، اللي هو الشكل ده اللي احنا خدناه وحطناه على اللود. يبقى انا كده قدرت اتحكم في كمية الجهد او التيار اللي رايحه للود عن طريق الانجل كنترول. لو انا كبرت الزاويه ديت، يبقى انا كده هاخد جزء اقل من الجزء الموجب، ولو انا صغرت الزاويه دي يبقى انا كده هرجع بالكميه دي لورا شويه، فهاخد جزء اكبر من النص الموجب. يبقى انا كده بقدر اغير في قيمه الجهد اللي رايحه للود عن طريق التغيير بتاع الانجل كنترول. بعد ما بتوصل قيمة الجهد أو الإشارة بتاعة الساين للزيرو ليفل،
في الحالة دي الثيرستور بيبقى اوف، مش هيشتغل. ده لان الثيرستور الاولاني ده هيشتغل في نص الموجة بس. بالاضافة انت كمان لما بتنزل للزيرو ليفنج فانت كده بتقل عن الهولدنج كارنت اللي احنا شرحناه في السلايد اللي فاتت، فالتيار هيقل لقيمة اقل من اللي بتخلي الثيرستور يبقى اون. طيب بعد كده ايه اللي يحصل؟ بعد كده هنيجي بقى للنص السالب من الموجة. نفس الكلام اللي احنا قلناه على الجزء الموجب من الإشارة هنقوله على الجزء السالب. فهيجي النص السالب من الإشارة الكهربية يتحط على الكاثود بتاع السيرستور. السيرستور برضو مازال اوف لان لسه ما ادتلوش إشارة على الجيت. فهتلاقي الخارج عند الفي اوت في المنطقة ديت اللي هو موجود على المقاومة زيرو. المنطقة دي بدأت من بعد نهاية الجزء الموجب ومستمر عندي زيرو، يبقى ده كده الجهد ومعاه التيار. لغاية ما باجي على الجيت بتاع الثيرستور التاني واروح اعطي نبضة كهربية هنا، فالثيرستور في الحالة دي يبقى اون ويعدي لي التيار. فعشان هنا نص الموجة سالب فالجهد عندي هيبقى بالسالب نازل تحت المحور هو والتيار. نفس الطريقة اللي شرحنا بيها الجزء الموجب هي نفس الطريقة الخاصة بالجزء السالب. طبعا احنا عارفين ان السايكل بتاعت الجهد اللي هي ساين ويف بتاخد فترة زمنية مقدارها 2 باي، بتبدأ من الزيرو لغاية باي، ده بيبقى نص السايكل، بعد كده باي كمان ده نص السايكل التاني، يعني زيرو باي 2 باي. طيب او اكتب لك هنا باي زائد الفا، احنا قلنا ان الفا دي الزاوية بتاعت التوصيل اللي بشغل عندها السيرستور او الكوندكتنج انجل او الانجل كنترول. المنطقة دهيت اللي ببدأ من خلالها تشغيل الثيرستور في النص الثاني هتبقى بعد بعد الباي بمقدار الفا، فدي النقطه دي تعتبر باي زائد الالفا. طبعا انا زي ما قلنا ما بنيجي نغير قيمه الالفا سواء بالزياده او بالنقص يبقى انا كده بقدر اتحكم في كميه الجهد اللي راح للمقاومه. بعد كده الكلام ده بيتكرر مع كل سايكل. احنا بقى وظيفتنا في كتابه الكود اللي هيتحكم في الهاردوير ان احنا ندي نبضة كهربية على الجيت عند الزاوية الفا. الزاوية الفا ديت هنترجمها في الكود لما نيجي نكتبه ان شاء الله الى زمن. احنا عندنا مثلا لو التردد ده 50 هرتز يبقى السايكل الواحدة بتاخد 20 ملي سكند، يبقى النص سايكل بتاخد 10 ملي سكند. طيب انا هاجي في الكود بقى واقول له مثلا بعد 1 ملي سكند ادي نبضة على الجيت فيمر لي التيار للود، او 2 مللي سكند او 3 مللي سكند وهكذا. يبقى انا اقدر اتحكم من الزيرو لغايه ال 5 مللي. لو من الزيرو يبقى انا كده هاخد كل الجزء الموجب بتاع السايكل لو انا خليت الالفا دي او الزمن ده في الكود عندي زيرو، ولو خليته 5 يبقى انا كده مش هاخد حاجه من النص الموجب. طبعا اللي انا بعمله للنص الموجب بعمله برضو للنص السالب. فتحكمنا في الزمن اللي انا حدي عنده النبضة الكهربية في الكود هو اللي هيحدد لي مقدار الجهد اللي انا هسلمه للحمل. دي بعض العلاقات اللي من خلالها اقدر احسب الجهد والتيار والباور اللي رايح للود. احنا مش مهتمين او معنيين باثبات العلاقات ديت، العلاقات دي ده لو انت حبيت تستخدمها، لكن احنا مش هنحتاجها في الكورس. انا هكتبها بس عشان لو انت حبيت تعرف القيم ديت اثناء الشغل بتاعك. العلاقه الاولانيه اللي هي الاوتبوت فولتج على اللود كروت مين سكوير هيساوي الفي ماكسيمم، يعني اقصى قيمه عندك للجهد. يعني لو الجهد عندك 220 فولت فالقيمه القصوى بتاعته هتبقى 220 في جذر 2 تطلع حوالي 311 فولت. ف الفي اوت هيساوي الفي ماكسيمم على جذر 2 مضروب في الجذر التربيعي الواحد ناقص الالفا اللي هي الزاويه اللي عندها تم اعطاء النبضه على الجيت مقسومه على باي زائد ساين 2 الفا على 2 باي. بالنسبه للتيار اللي هيتم تسليمه للحمل او للود برضو محسوب عند الروت مين سكوير، هيساوي الفي اوت عند الروت مين سكوير اللي احنا حسبناه من العلاقه الاولانيه مقسوم على قيمه الار او المقاومه بتاعه الحمل. احنا عارفين ان الاي بيساوي الفي على الار. الباور عندي اللي هيتم فقده في الحمل الباور بيساوي الفي سكوير على الار، الفي سكوير اللي احنا حاسبينها من العلاقه الاولانيه. الجدول اللي قدامنا ده بيوضح لي العلاقه ما بين الترجر انجل اللي هي الزاويه الفا
والجهد اللي موجود عندي على الحمل. احنا عارفين ان السايكل بتاخد 2 باي، الباي الواحده بتبقى من 0 لغايه 180 درجه، فلما بتكون الزاويه الفا مقدارها 0 بيكون الجهد بتاع الحمل بيساوي 100% من جهد المصدر. لما بتكون الالفا 30 درجه بيكون جهد الحمل 98.5% من جهد المصدر. لما بيكون الالفا 90 درجه بيكون جهد الحمل 70% من جهد المصدر. عند 180 درجه بيكون جهد الحمل 0% من جهد المصدر، يعني مفيش جهد على الحمل. خلي بالك ان الجهد اللي احنا بنتكلم عنه ده هو الروت مين سكوير. الشكل اللي قدامي ده بيوضح لي العلاقه بين الدرجات بتاعه الفاير انجل والجهد اللي موجود عندي على الحمل اللي احنا شرحناه في الجدول اللي في السلايد السابقه. فانا عندي هنا المحور الافقي ده بيمثل لي الدرجات من 0 لغايه 180، والمحور الراسي بيمثل لي النسبه المئويه للجهد اللي موجود عندي على الحمل من 0% لغايه الواحده، معناها 100%، 100% من جهد المصدر. فعلى سبيل المثال لو انا عايز اشغل الحمل على جهد بيساوي 50% من قيمه جهد المصدر، باجي على الخط الرأسي او المحور الرأسي اللي بيمثل النسبة المئوية، واجي عند 50% اللي هي عند نص، واعمل خط افقي اللي هو بدون الاحمر، هتقاطع مع المنحنى المرسوم في نقطة انزل منها رأسي على المحور الافقي اللي ممثل عليه الدرجات عشان احصل على الدرجة بتاعة الالفا اللي عندها ممكن احصل على جهد تشغيل للحمل بيساوي 50% من جهد المصدر. طبعا انا ممكن اجيب القيم دي من الجدول اللي فات، هو عندك هنا ال 50% هتبقى ما بين ال 44 وما بين ال 70، لو احنا شفنا هنا هنلاقيها تقريبا عند ال 110 درجه، هي برضه هتبقى هنا ما بين ال 90 وال 120 عند ال 110 درجه، او ممكن ان انا هحصل عليها من خلال المعادله اللي قدامي دي، ان انا عايز نص الجهد يكون موجود عندي على الحمل، فبعوض بقيمته هنا كروت مين سكوير وبخلص المعادله وبحصل على الفا. فطبعا اسهل طريقه ان انا استخدم المنحنى اللي قدامي ده. شكرا جزيلا.